Nous partons vers le sud, vers la frontière mauritanienne. Côte complètement sauvage, aucun accès par la route. اليوم بدينا من الشاليهات من الدخلة. يعني شيء جميل ما شاء الله ما نشوفه في الأماكن يعني المعتادة اللي نحن نرتادها دائما. هي مغامرة هي رحلة مع الأصدقاء مع الأشخاص اللي يعزون علينا و... بنصادف في الطريق والهواء وايد قوي ولكن ان شاء الله 80 كيلو على اتجاه موريتانيا. D'assez intense parce que ben, nous formons un groupe, tout peut arriver, nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes, c'est la vraie aventure. الضاحي ما قصر معانا وعرفنا على الحياة البدوية أكثر وأكثر ما شاء الله كرمهم فوق المتوقع يعني ما شاء الله عليهم صفتي واحد من أهل المنطقة هون أنا يسعدني كثير عنها عنهم يشوفوا لقاءات قواسم المشتركة اللي تجمعنا نحن وهم كوننا نحن أصلاً حتى نحن في الأصل بدو ورحل تعاوننا مع بعض عشان ننزل كفريق واحد والحمد لله المحيط الأطلسي شيء كبير يعني وشيء أول مرة أنزل فيه والحمد لله يعني حاولنا أن نتغلب على المصاعب وعلى الوقت وعلى التعب لأ.